شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم. أسعد الله صباحك. بداية خليني أسأل، إيش السبب اتجاه القطاعات الخاصة إلى عالم الفضاء وتوجيههم بداية لعالم الفضاء؟ أكيد في دافعين أساسية في هذا الشق من الفضاء. الأول هو المال، أكيد القطاع الخاص الدافع الأساسي له هو المال. الشق الثاني من السؤال هو الغريزة لدى البشر، خاصة موظفين القطاع الحكومي بالتحديد في أمريكا. كثير من الموظفين في القطاع الخاص كان ماضيهم في القطاع الحكومي بسبب البحث والتطوير، دعم القطاع الفضاء كان المحرك الأساسي له هو القطاع الحكومي. لكن في الوقت الحالي قطاع الفضاء في خلينا نقول أمل واضح، قطاع هذا واعد في المال وفي دعم القطاع الخاص. فهذه الشقين الأساسية، هي إنه الشق الأول المال، والثاني الغريزة لدى الأشخاص اللي يعملون في مجال البحث والتطوير إنهم حصلوا على خلينا نقول الأرض الخصبة لاستكمال أعمالهم بسرعة عالية. جميل جدا. طيب مهندس محمد، اليوم يعني النتائج المترتبة على المدى البعيد طبعا طويلة الأجل للشركات اللي قاعدة تستثمر في مجال قطاع الفضاء. أكيد القطاع الخاص أثبت في الفترة الأخيرة تحديدا أنه داعم البحث والتطوير بشكل كبير، والناتج من هذا هو تسريع عملية البحث والتطوير. القطاع الخاص دائما يبحث عن النتائج السريعة بسبب ارتباطها بالأرباح والعوائد المالية. فدخول هذه القطاعات الخاصة في المجال هذا راح يسرع عملية البحث والتطوير، وأيضا راح يدعم القطاع ككل في تجهيز البنية التحتية للشقين في الفضاء، وهي الشق البحثي من القطاع، والشق الثاني هو القطاع الخاص في مجال الفضاء مثل الجهات أو الشركات اللي تقدم خلينا نقول خدمات في مجال الفضاء. نعم. طيب الآن لو نبي نستفسر، يا ترى إيش السبب وراء الفضول اللي عند الناس في عالم الفضاء، وليش توجه العالم كله الآن أصبح إلى الفضاء؟ مو بنسبتهم الأرض ورايحين للفضاء ولا كيف؟ أكيد أعتقد السؤال هذا عميق وجوابه ممكن أعمق. البشر من عادتهم التجديد جزء أساسي من تشكيلهم هو رغبتهم بمعرفة الغير معلوم. وأعتقد قطاع الفضاء أظهر للبشر أنه في أجوبة كثير غير ما لها أجوبة، أسئلة كثير ما لها أجوبة. وهذا اللي يدفع البشر ويزرع فيهم غريزة لمعرفة معرفة أكثر عن الفضاء، وهذا اللي دعم القطاع ككل في البدايات. ما كان واعد ماليا، لكن كان واعد بإشباع الغريزة هذه في البشر. لكن في الفترة الحالية أثبت القطاع أنه أيضا داعم خلينا نقول للشق شق القطاع الخاص من هذه الدول. فالسبب الآن اللي نشوف أنه القطاع الخاص قاعد يدخل في المجال بشكل كبير هو أنه أثبت القطاع ككل أنه في مهن، وأيضا في إشباع لهذه الرغبة والغريزة. نعم. وهذا السبب أنه نشوف الآن قطاع الفضاء بشكل كبير في مجال البحث والتطوير، وأيضا على تأثير على البحث والتطوير. نعم. طيب كيف نحن الآن كقطاع خاص كجهات حكومية الآن نلهم شبابنا أنهم هم يهتموا أن المستقبل في العمل في القطاع في قطاع الفضاء؟ أكيد أعتقد الجواب حق السؤال هذا يرتبط بالسؤال اللي قبله، وهو أنه إحنا كبشر أو كأطفال أو طلاب لدينا الرغبة والغريزة أن نعرف أكثر عن هذا المجال. فأعتقد التعليم وأيضا البحث عن سبل لتفعيل هذه الغريزة لدى الأطفال، وأيضا
وجود الأرض الخصبة لهم في تطبيق هذه الأبحاث وشبه رغباتهم، وأيضا تفعيل القطاع الخاص في هذا المجال. أعتقد القطاع الخاص هو الدافع الأساسي. جميل. التعلم ودعم الطلاب في هذا المجال. والأخير يعني اللي ودي أقوله إنه إيجاد منظومة كاملة قطاع يدعم بشكل أساسي السماع وإعطاء الفرصة بالفعل أكيد. طيب جميل جدا، خلينا اليوم نقول إن شاء الله فعلا القطاع عالم الفضاء مبهر وكلنا نتمنى إن إحنا نزوره، بس خلينا نخلص كوكب الأرض أول بعدين نتجه للفضاء. المهندس محمد التويجري يعطيك العافية، نورتنا. يعطيكم العافية.